الحمد لله الذي زرع محبته في قلوب الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، إن من المطالب العظيمة التي يسعى إليها الإنسان في هذه الدنيا محبة الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد حفظ له سمعه وحفظ له بصره وحفظ له جميع حركاته وسكناته، بل إذا أحبه استجاب دعاءه وكفاه شر من به شر، كما جاء في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا كانت هذه منزلة محبة الله سبحانه وتعالى، فما هي الأسباب التي إذا فعلها العبد أحبه الله سبحانه وتعالى؟ أول سبب هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب المتوكلين، والتوكل هو لب التوحيد. فإن من توكل على الله كفاه وحفظه ورعاه. انظروا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، اجتمع عليه قومه، أرادوا أن يحرقوه، أعدوا له ناراً عظيمة، قال كلمة خرجت من قلب موحد، من قلب متوكل على الله: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. الله يحب إبراهيم لأنه من المتوكلين، ومن توكل على الله كفاه. أيضاً موسى عليه السلام لما قال قومه: إنا لمدركون، خرج هنا التوكل على الله، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فجاء الفرج من الله، فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار، أبو بكر كان خائفاً على النبي، يقول: لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فهذا هو السبب الأول من أسباب محبة الله، وهو التوكل على الله. أما السبب الثاني فهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كل يدعي أن الله يحبه، اليهود والنصارى يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، وكذلك المشركون، وكذلك العصاة. فجاء الميزان في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر إلى حالك مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت من المحافظين عليها المطبقين لها، فاعلم أنك من أحباب الله سبحانه وتعالى.
أما إن كنت تضيعها ولا تبالي فيها فراجع نفسك وإياك وهذه الدعاوى. مع الأسف الشديد الخلف يسألون عن السنة ليتركوها، والسلف يسألون عن السنة ليطبقوها. انظر إلى حال كثير من الناس مع السنن الرواتب، كثير من الناس لا يصلي السنن الرواتب، وإذا سألته لماذا قال إنها سنة. ألا تريد أن تكون من أحباب، ألا تريد أن تكون من أحباب الله؟ فإن أحباب الله هم المتبعون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمر. إن علمت السنة فطبقها. لذا أصبح الإمام أحمد إمام أهل السنة. لماذا؟ لأنه يقول ما كتبت حديثا إلا عملت به. فاحرص يا رعاك الله على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر الله، فإن الله يحب الذاكرين. جاء في الحديث أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول الشيخ ابن عثيمين: من أراد أن تدركه محبة الله فليكثر من هاتين الكلمتين. ونقل عنه رحمه الله أنه كان يردد هاتين الكلمتين وهو على فراش الموت، رحمه الله رحمة واسعة. وأعظم ذكر الله القرآن. انظر إلى حالك مع القرآن، انظر إلى حالك مع ذكر الله، لأن الألسنة مغاريف القلوب، ومحبة الله والعباد محبة متبادلة كما قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من أحب شيئاً أكثر من ذكره. الألسنة مغاريف القلوب. وانظر إلى حال الناس فتجد الذي يحب البيع والشراء دائماً لسانه في البيع والشراء، تجد الذي يحب الإبل لسانه دائماً في الإبل، تجد الذي يحب السيارات لسانه دائماً يتكلم في السيارات. ومن أحب الله أكثر من ذكره، هذا هو الميزان. انظر إلى حالك مع ذكر الله حتى تعرف هل تحب الله أم لا، هذا هو الميزان، هو لسانك. ولا حياة للقلب إلا بذكر الله. يقول ابن القيم: حال القلب مع ذكر الله كحال السمك مع الماء، إذا خرج السمك من الماء مات، فكذلك القلب. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فإن أردت حياة قلبك فأكثر من ذكر الله، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من التسبيح، وأكثر من التهليل، وأكثر من الاستغفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر الله أكثر من 100 مرة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أحباب الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك، وبإذن الله سنكمل باقي أسباب محبة الله في درس قادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.